بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن، الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحج في القرآن، الذي نتفيأ وإياكم فيه ظلال آيات الحج في القرآن الكريم، ليتفضل ضيفنا حفظه الله بالتعليق عليها وتفسيرها وبيانها وبيان ما اشتملت عليه. مرحبين باسم مخرج البرنامج واسم كافة فريق العمل وباسمكم بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة. كان من أهل الجاهلية من يقف للمزدلفة ويقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. الله جل وعلا قال: المسلمون من أولهم إلى آخرهم كلهم جماعة واحدة ويؤدون العبادة بطريقة واحدة، ليس بعضهم يختص بعبادة دون الآخر فيقف في المزدلفة والبقية في عرفة، فالجميع يقفون في عرفة فهي محل الوقوف، وهذا ركن من أركان الحج. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وخير الدعاء دعاء عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع الحجاج أن يقفوا في عرفة في يوم الوقوف ومكان الوقوف، أمة واحدة. وما أفيض من حيث أفاض الناس، وهو آدم، وقيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد نهاية الوقوف بعرفة أكثروا من الاستغفار، وهكذا بعد كل عبادة يشرع الاستغفار، لأنه قد يكون فيها تقصير فيجبر بالاستغفار. استغفروا الله. ثم بين السبب: إن الله غفور رحيم. استغفروه لأنه غفور رحيم، يغفر لكم ويرحمكم سبحانه وتعالى. استغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، يعني مناسك الحج، فرغتم من الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله. شوف، يكرر ذكر الله عز وجل في كل موطن من مواطن الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأنهم كانوا في الجاهلية يتفاخرون، كل يذكر مفاخر قبيلته، يتخذون الحج مظهرا من مظاهر التفاخر، والحج إنما هو عبادة لله عز وجل وذكر لله، لا ذكر مفاخر الآباء. فعلى هذا فالذين يأتون إلى الحج ويرفعون شعارات جاهلية لدولهم أو لمذاهبهم، هذا من فعل الجاهلية. فالحج ليس فيه تمايز وليس فيه مفاخر إلا بذكر الله جل وعلا: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني يدعو الله بأمور الدنيا: اللهم اجعله عام خير، واجعله عام ريف وعام مطر وعام، فيسأل الله من أمور الدنيا. وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ما يلتفت للآخرة وإنما يقتصر على الدنيا، وهذا مذموم، وهذا عمله لا يصح ولا يقبل. فالله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وفي هذه الآية: وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
هذا هو المشروع، أن الإنسان يدعو الله بخير الدنيا والآخرة، لا يقتصر على الآخرة وينسى الدنيا، ولا يقتصر على الدنيا وينسى الآخرة، بل يجمع بينهما لأنه بحاجة إلى ذلك. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. مشروعية الاستغفار بعد الفراغ من العبادة، هل هو مقتصر على هذه العبادة بعينها أم العبادات جميعها؟ كل العبادات، الصلاة تختم بالاستغفار بعد السلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يستغفر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة، وكذلك بعد الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال الله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، فيختمون قيام الليل بالاستغفار، وكل عبادة تختم بالاستغفار. نعم. الصيغ أحسن الله إليكم للاستغفار كثيرة ومتنوعة، هل لنا نعرف المشاهد الكريم بها وبأفضلها؟ الصيغة المختصرة استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه، وسيد الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا سيد الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. الدعاء الوارد في الآية أحسن الله إليكم، مشروعية ذكره بين المقامين في الطواف وكذلك بين في آخر الصلاة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذا ورد أنه يقال بين الركنين اليماني وحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن صح الحديث لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يؤخذ من هذه الآيات مشروعية السؤال الله الجنة والتعوذ به من النار؟ نعم، هذا هو المطلوب، أن يستعيذ بالله من النار وأن يسأل الله الجنة، يكثر من الدعاء يقول، ولهذا ورد أنه في آخر الصلاة التشهد الأخير قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. كما أشرتم معالي الشيخ أن شعار الحج الأعظم هو ذكر الله تعالى. نعم. فوصيتكم للحجاج جميعا أن يعني يشتغلوا بتلاوة كتاب الله تعالى وبغيره من صنوف الذكر، فضلا عن فضول الكلام اليوم التي نراها ومضيعة الأوقات التي تكون في المشاعر المقدسة. الله جل وعلا قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم قال وما تفعلوا من خير فإن الله به فإن الله شاكر عليم. الله جل وعلا أمر لما نهى عن هذه المؤثمات حث على فعل الخير، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، فيفعل أنواع الخير، ولكن شعار المحرم التلبية، يكثر من التلبية إذا عقد الإحرام ونواه، إذا التقى بالحجاج، إذا التقت الرفاق، إذا علا مرتفعا فإنه يذكر الله، إذا أقبل الليل أو أقبل النهار، إذا استيقظ من الليل وهكذا، إذا فعل محظورا ناسيا فإنه يستغفر الله ويلبي وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، شكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة السابعة من برنامجكم الحج في القرآن، نواصل إن شاء الله وإياكم في الحلقات القادمة باستعراض هذه الآيات الكريمات، شاكرين ومقدرين لضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا البيان هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.